أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يقول: أخبرنا بعض من يدرسنا أن السلطان هو العلم، وأن الناس في زماننا استطاعوا الصعود بالصواريخ والمركبات الفضائية، فهل هذا التفسير صحيح؟ لا، ما هو صحيح. والآية في ما هي في الدنيا، الآية في الآخرة. إذا جمع الله الأولين والآخرين تحداهم، قال: اللي بيستطيع يخرج من المحشر يخرج. هذا من باب التحدي، وليس السلطان هو العلم، السلطان هو القوة والقدرة. هذا قول المفسرين. أما من أعجب بمعلومات الغرب وصار يفسر بها القرآن فهذا من القول على الله بغير علم، وهذا في الآخرة وليس في الدنيا. وهل الصواريخ تستطيع الخروج من أقطار السماوات والأرض؟ يا سبحان الله، صواريخ تستطيع الخروج من ملكوت الله جل وعلا، من السماوات والأرض؟ لا أحد يستطيع هذا. نعم، والآخرة ما فيها صواريخ، بل يعجزون يوم القيامة. يتجرد الإنسان، ما حتى أنه عريان، ما عليه ثياب، عريان ما عليه ثياب، هو بعد يصنع وينشي مصانع وينتج صواريخ. هذا من الخرافات والقول على الله بغير علم. نعم.